تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، باشرت لجنة رفع التجاوزات في قضاء بلد رفع التجاوزات عن الشارع المحيط التي ألحقت ضررا بالمال العام، ورحب الأهالي بهذه المبادرة كونها ستعطي صورة جميلة لمدينتهم. الزميل عبد الجبار مهدي اطلع على أعمال الإزالة وأعد لنا التقرير التالي. بتوجيه مباشر من قبل حكومة بلد المحلية، باشرت بلدية بلد بحملة كبرى لرفع التجاوزات من شارع المحيط وشارع الحدادين وشارع النجارين، وحسب تنفيذ لجنة القرار 154. بدأت لجنة رفع التجاوزات حملتها بإزالة التجاوزات من شارع المحيط في قضاء بلد. حقيقة هذه التجاوزات قد أضرت بالمواطن وأضرت بالمواطنة، ولا يمكن أن تستمر بهذه الحالة. حقيقة الحملة سوف تكون هنا مستمرة في جميع شوارع المدينة. حقيقة هناك نلمس بعض المواطنين، هناك تعاون منهم، ولكن للأسف بنفس الوقت هناك مواطنين من أصحاب المحلات غير متعاونين مع البلدية وإجراءات التي تقوم بها البلدية بخصوص رفع التجاوزات وحملات التنظيف. العقوبات، هناك عقوبات تتعلق بإزالة هذه، أولا هناك بإزالة هذه التجاوزات ومصادرتها، وكذلك فرض غرامات على أصحاب المحلات. خرجت مديرية بلدية بلد بكافة كوادرها الفنية والبشرية والآلية لإزالة التجاوزات ابتداء من شارع المحيط المتمثلة على الأرصفة والشوارع. بصراحة أصحاب المحلات بالكامل مستغلين الأرصفة وعارضين بضاعهم المختلفة واللي تشمل أعمال الحداد والنجارة. تم هذا اليوم توجيه الانذارات نهائية إليهم وإزالة بعضها بالتجاوزات، وسوف تتم إزالتها بالأيام القادمة بالكامل. وهذه الحملة مستمرة لتشمل كافة الشوارع التجارية والرئيسية والفرعية لكافة أنحاء المدينة إن شاء الله. نرحب بالمواطنين الكرام التعاون مع كوادر البلدية لغرض ظهور المدينة بالمظهر اللائق، بالإضافة أن هذه الحملة مستمرة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. نأمل من المواطنين كافة أصحاب المحلات التجارية تقديم التعاون التام في هذا المجال. الحملة مستمرة لإزالة كافة التراكمات التي تحاول تشويه المدينة. الأهالي رحبوا وأكدوا الالتزام والتعاون مع الحكومة المحلية، وأن الأرصفة هي ملك الجميع ويجب الحفاظ عليها. قامت اليوم بلدية بلد بجهودها بآلياتها بمنتسبيها برفع التجاوزات عن مدينة بلد لكي تكون مدينة نموذجية، رفع التجاوزات عن الأرصفة، ونشكر المواطنين اللي تعاونوا ويانا برفع التجاوزات. أشيد بهذه الحملة لأنه حقيقة لا كدين ولا قانون. صراحة هذه التجاوزات يعني فتشيء مو طبيعي، يعني بحيث الناس ما عاد يدين، بدأت تأخذ الرصيف وتأخذ الشارع. يعني بنتي وبنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك من يمشون بالشارع، وجزاهم الله خير الجزاء على هذا القرار لرفع التجاوزات. هذه التجاوزات التي ترونها في شارع المحيط، هل جائز؟ هل ممكن أن يتقبلها أحد؟ كلكم أبناء هذه البلد، وقضاء بلد بلد عريق وأقدم الأقضية في محافظة صلاح الدين، فنطالب الهيئات والمؤسسات التي تعني ذلك برفع التجاوزات. حكومة بلد المحلية وبالتعاون مع بلدية القضاء تقوم بحملة لرفع التجاوزات والعشوائيات على الأرصفة والشوارع الداخلية للمدينة. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.